هو يوم جميل قوي لانه بيحمل قيمه من القيم العظيمه جدا هي الوفاء. وانا بعتبره نوع من انواع الواجب ونوع من انواع الواجب علينا والحق ليهم، لان هم نجوم ابدعوا، نجوم قدموا كتير جدا، ضحوا، نجوم اسعدوا الكثير جدا من الجماهير المصريه، واسعدوا الانديه بتاعتهم ومنتخباتهم اللي هم مثلوها. انا بعتبر النهارده بصراحه انا يعني انا من في النادي من الساعه 10 الصبح ومجهد جدا وتعبان، بس لا تتخيل الاربع ساعات دول اسعدوني جدا ومش حاسس باي تعب، لان حاسس ان احنا النهارده عملنا حاجه كجمعيه، حاجه كويسه قوي بصراحه. بشكر كل الناس اللي ساهمت في هذا الحفل، وانا بسميه حفل لان الناس كلها ماشيه مبسوطه وفرحانه. بشكر الوزير خالد عبد العزيز لانه النهارده هو وضع كل امكانيات الوزاره تحت امر الجمعيه، وقدر ان هو من خلال حتى الفقره الفنيه اللي قدمتها الفرقه الموسيقيه اللي هي بتضم شباب وشابات من الموهوبين والهبات اللي اسعدونا جدا بفاصل فني رائع جدا. انا حاسس ان انا كنت في فرح النهارده، وبشكر زمايلي في الجمعيه اعضاء المجلس، وبشكر الكابتن عبد المنعم الحاج رئيس المجلس والكابتن ابو رجيله نائب الرئيس، لانه بصراحه الناس دي تعبت معانا جدا وتعبوا جدا في ان احنا نخرج هذا اليوم بهذا الشكل. بشكر كل الناس اللي ساهمت معانا باي شكل من الاشكال، خاصه الناحيه الماديه، لان الناحيه الماديه النهارده هي الترجمه العمليه لاي نوع من انواع التكريم. التكريم الادبي كان واجب ايضا. في الاخر يعني بتمنى ان حصه هذه الجمعيه مع الوقت تزيد. بشكر السيده الفاضله وزيره التضامن لان ليها دور كبير جدا موجود معانا. بشكر كل الناس سواء افراد او شخصيات او مؤسسات، اتحاد الكوره، يعني اكيد انا ناسي حد. برضو النجوم الكبار اللي ساهموا معانا النهارده زي كابتن محمد صلاح. فانا اعتقد ان النهارده كان يوم جميل قوي قوي قوي، بيحمل الكثير من المعاني الحلوه، بيحمل الكثير من الحب والوفاء، بيحمل الكثير من تحديد القيم زي قيمه العطاء والمردود بتاعها. فاتمنى ان شاء الله ان هذه الايام تتكرر تاني، ونقف مع الأسر ونقف مع الأفراد ومع النجوم اللي فعلا أعطوا الكثير.